احنا نتكلم عليها من ناحيه السبونسور ماجور الموبيليس. قبل ما يجي وليد صادي ورد الحقائق صابها وتعامل معها وعمل باش ينقذ الفوتبول الجزائري. من ناحيه التمويل نتكلم على السبونسور ماجور موبيليس اللي هو رافق المنتخب والفوتبول الجزائري بيان سور بعض الانديه الجزائريه كما شبه القبائل. في زد شيكي كان تنازل على جوبونس شطر من حقات لافاف يعني في لو كونترا دو سبونسور اللي كان بين لافاف وموبيليس. كان نيغوسياسيون جديده وتخلى على جوسر جو سي با بوركوا كي جا مام عمارة شرف الدين 2021 صاب سيفري وضعيه ماليه كارثيه. دا حتى طلب من الموبيليس يسبقوا له يعني عنده كونترا حتى 2026 يعطوا له 2026 يسبقوها له وسبقوها له. صرف يدير بلي لا فيديراسيون تاع اللي راهي تي ترفد الاتحاديه الى مستوى عالي تعاود تنتشلها من حاله الهواء اللي راهي فيها ويصيبوا مصادر تمويل جديده ويعاودوا يسقموا الاداره. وكان يكمل صادي يعني دوزيام موندا 25-29 او يجي نوتر بريزون فيديراسيون لاني 2026 راح يكون سبونسور ماجور وموبيليس ولكن ولا سنتيم يدخل. لماذا؟ لانه لاني 2026 داتها لافاف مسبقا 2021. هذه هي الحقيقه للناس ما تكلمش عليها. الناس ماهيش حابه تعرف باللي من حطم الاتحاديه من بعد رحيل محمد الله من ناحية المالية هم معروفين ورا في القضاء، ومن يعمل اليوم على تصحيح المسار وانتشال الاتحادية والفوتبول الجزائري من حالة الهوان رغم كل المشاكل واللي سلكنا من لاسيسبونسون تاع لا فيفا بسبب التسيير الكارثي بسبب اللي تكلمنا عليها ما احترموش لي ديسيزيون تاع لا سي ار فيفا اي ان تاع او نيفو ناسيونال كان يمدوا لي ليسونس للناس وقالوا بتسبوندينا. هي لا فيداسيون اكتويال اللي سلكت الفوتبول الجزائري. هذه هي الحقائق الناس تتحاشى تتكلم عليها لانه الدليل واضح والارقام واضحه والحقيقه ثابته. لذلك انا على قناعه اليوم بانه مجموعه المهرجين الذين يخدمون مصلحة شخصية لناس جوزي بوكوا ولا مصلحة بلدان أخرى اليوم حابين يسودوا الصورة وحابين ليكيب ناسيونال تخسر وحابين لا فيديراسيون تريب جوست باش يولوا أصحابهم باش تولي العصابة التي يعني حطمت الفوتبول الجزائري. هذه الحقيقة الثابتة وقلنا لو طون راح يبين أكثر حجم الفضائح وحقيقة هؤلاء.